تكون شي شباب يلا يلا على المدرسة. على المدرسة يا خوي، هاي مصروفك لليوم زيد لي درهم على النص على الشغل. يلا حبيبي بس خلص اتصل لي، اذا ناقصك شيء اتصل بالماما. تعطينا بوسه بوسه لك. يلا شباب كالعادة ها، كل ما نجي صالون طارق شو بنعمل؟ لازم نكسره. هلا انت بتفوت بتكسر اي شيء مراية بتلاقيه ازاز، وانت بتوقع كل شيء كراسي. اوكي يلا ليتس جو. وقف 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 بالله عليك. لا 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 لا، ما حد يدخل على المحل، ما حد يدخل على المحل. لا اسمع شباب، وقف على المحل. وقف شباب وقف. ما حد يدخل جايين. يا حبيبي ما حد يدخل. زباين يا حبيبي ما حد يدخل، ما حد يدخل. نحن زباين يا حبيبي. ما في تحلقوا. ولك بدي احلق انا. ما والله ما بتحلقوا بعد. هو والله. ولك ليش؟ موعد عندي موعد. ممنوع حد يفوت. ممنوع حد يفوت. ممنوع حد يفوت. ممنوع عرض خوات. ايدي تصرف. استنى البحر. استنوا برا شوي، بس دقيقة، اعطوني دقيقة. ليش؟ بس اطلع برا بس دقيقة، دقيقة اعطوني دقيقة. تعال احمل معك. لا لا طيب. احمل لا لا معاك. ليش احمل معاك؟ احمل معاي بس. تعال اقعد هنا شوي. ليه؟ اقعد افرجيك شغلة بس. اقعد اقعد وانا بدي احلق لك اليوم. شو هاي صرت ربطت خبز انا؟ شو هذا؟ الحلاقة برا اليوم، الهواء الطلق. طارق مزعجة. ابو بلادي صابر يا جماعة. طارق 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 بناديك رد عليه. شو بدك يا زلمة؟ ليه معصب؟ يا زلمة يا رب عيطان. طارق سكتوه. بس يا زلمة طفي. وين كبسة الباور؟ وين كبسة الباور؟ طفيه بشرفك. طارق ايدي بليز. اوكي ثانك يو. ايدي يس كلهم. ثانك يو. لا كلهم سحل بطلون. ايدي كسر المحل. جايز مين نفسه قوي؟ برو انا خسرت تحدي زياد بسبب كيف البطلون؟ لا مش هذا اللي خزقناه. لك هلاك هذا اخوه. قلت لك عندي كثير منه بس انتم ما بتردوا، بتفكرون كل يوم بلبس نفس البطلون. كذاب خيطته ورجعته. مين بده يدخل في التشالنج؟ انا بدخل. كم في فلوس؟ امسك. انت هلا مبدئيا بكل الاحوال انت ما راح تفوز، دائما بتخسر. لا بس عم بحكي هاتك الجائزة، جائزة 100 درهم. سريع سريع. بحياة ربك انت. لعبة سريعة. انت قدها؟ اه قدها والله. طيب شو بدنا نعمل؟ هلا مبدئيا عندكم هالكاسة، اوكي حتكون بالنص. عمور بدك توقف هون، ايدي في النص. اوكي اللي حيصير انه انت بدك توقع الكاسة لهالجهة وانت بدك تحاول توقع الكاسة لهالجهة. بدك توقعوها بالبالون. بدك توقع الكاسة. ايش البالون؟ طير البالون. يلا 3 2 1 جو. يلا يلا يا بطلين. يلا خسران والله. انت بحياتك ما فزت لعبه. والله العلكه حتفوت بالبالون كانت. مش انت الثاني. 3 2 1 جو. لحظه لحظه. استعب لك وين راح؟ يا ترى شو تسوي؟ بسرعه امور بسرعه امور. هلا تشامبيونز ليج. يلا جاهزين؟ 3 2 1. هلا بس فاول. لا لا رجع. فاول 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 فاول. ما في 100 درهم عمور خلص. طب تعال 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 في تشالنج، واذا انت فزته بعطيك اللي بديش المية منك خلاص. لانه انت ما كنت ضمن التحدي. انا فزت ايدي بعدين جبت لي مشاره بعدين. بس دقيقه بعدين جبت لي مشاره بعدين جبت لي. ايش في انت جو يعني تحديات؟ التحدي الثاني هذول ثلاث كاسات تمام، بدنا ناخذهم ونحطهم مكان ثاني عن طريق البالون. ما بعرف كيف انت عمل دب راسك يعني. انت بدون ما تلمس ايدك بس في يعني هيك البالون. لا 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 ما هيك. هاي عن طريق البالون يا زلمه صح ولا لا؟ شوف يعني هيك بهي الطريقة. يلا 3 2 1.
يا والله عمور لا شيت مشور شو كان اسمك انت محمد انا محمد انت محمد ايدي اه هلا والله تشرفنا الغالي على فكره انت قاعد مع محمد 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 اوه ثلاث محمدات معي بالسياره محمد مشورب محمد بهاء محمد ايدي شو اسمك انت محمد شو محمد السيد محمد السيد بدي اياكم تحكوا لي نكته ونشوف مين اكثر واحد نكته بتضحك نكته هيك على السريع اول نكته بتيجي ببالك مره سالوا لحام قالوا له قد ايه عمرك قال له 60 سنه اوكي نايس نايس مش نايس جاعدة أنا ما فهمتها مرة لحام سألوه قد ايه عمرك قال له 60 سنة طب على سيرة تدفيع على سيرة تدفيع مرة تلفزيون تخالق معاه تلفزيون قال له تفي عليك كمان لا ما يجي ما يجي صح يا السلام عليكم مرة واحد لحظة احكي لك خليه يحكي نكتو اوكي يلا عمو مره واحد ربح 3 مليون قامت مرته قالت هلا اذا خبرته انه ربح 3 مليون يمكن ينجلط ويموت فراحت عند الدكتور قالت له دكتور الحقنا جوزي ربح 3 مليون وخايفه اذا خبره تجي سكته قلبيه ويموت قال له بس جيب لي انا بخبره ودته عند الدكتور فقال له الدكتور اذا هلا اعطيتك 3 مليون شو بتعمل فيهم قال له الدكتور مو هاي نكته ولا قصه هاي شو ها من نكته ستيب باي ستيب ها من نكته قال له الدكتور اذا هلا اجى واحد واعطاك 3 مليون شو بتعمل فيهم قال له لك نص من جلط الدكتور ومات هاي عبره هاي عبره هاي عبره مش نكته هاي قصه الله ممكن عيد المحاوله يلا عيد اخر مره اخر مره بدنا نضحك تضحك عن جد بدك تحاول تضحك شوف اذا النكته بتضحك حنضحك اوكي يلا مره اسد خبط باسد قال له سوري مش بقصدي طب اوكي مفروح هذا الكلب ماسك الضحكه ماسك الضحكه الكلب دائما هيك لا يا اخي بالله عليك يا اخي بس انت طب انا ليه بابي ما عم يفتح انا ليه بابي ما عم يفتح يا جماعه يا شباب يا شباب بابي طيب بابي ما عم يفتح يا المشكله السياره ضيقه يا اخي مو عارف اروح هنيك انا الباب يا اخي الباب في ناس عم تتصل لي من ارقام غريبه وعم يتغالزوا علي صراحه وهذا الشيء صراحه مزعج فحاليا حنتصل من رقم ثاني ورقم جدا قوي ولكن حنتصل وحنشوف شو حيحكوا السلام عليكم اخوي حبيب كيفك؟ بس الرقم هذا متصل على تليفون الاهل فهذا يسبب ازعاج يعني انت عم تتصل على حريم كيف عبد الحميد؟ مين عبد الحميد؟ حتتصل مرة ثانية ولا لا؟ هلا الاهل بيتصلوا له مين بعرف اللي صوت انا؟ صوت بنت شو عليك؟ الو السلام عليكم وعليكم السلام اخوي انت كنت قاعد تتصل على موبايلي انت بتغير صوتك ليه ايدي انت ايدي استنى عاوزني اصبر انفضحني يا اخي ليش كذا الخط